سوا على الهوا سوا عطول سوا على الهوا ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير صباح الخير أمريكا من يوم اللي تكون يا وطن الموج. Today's show is brought to you by Zia Wan, Zia Flam and IB Cap. بدأناه معكم وعهدناكم على أن نستمر بمزيد من المتعة والعروض الحصرية على قناتي زي ألوان وزي أفلام. زي ألوان هي أول وأكبر قناة مسلسلات عربية هندية في أمريكا، أضخم الإنتاجات، مسلسلات حصرية. ومع زي أفلام فأنتم على موعد مع مغامرة جديدة كل يوم لاكتشاف سحر بوليوود. تابعوا حصريا قناتي زي ألوان وزي أفلام الآن في أمريكا على ديش نتورك وسلينج تي في. كنت أبحث عن اشتراك في خدمة تلفزيونية جديدة، لكن صاحب المتجر أخبرني عن IPTV Box والتي تحتوي على القنوات العربية. ادفع لمرة واحدة فقط واستمتع بالقنوات المميزة مدى الحياة مجانا. أوه يا له من عرض، لقد ظننت أنني تسرعت في الشراء، وفي غضون أسبوعين بدأت قنواتي المفضلة في الاختفاء. حاولت الاتصال بالشركة، عندها اكتشفت أنه ليس لدي تصريح لمشاهدة القنوات المميزة. يا لها من مضيعة للمال والوقت. تفضل بزيارة checkyourbox.com اليوم للتأكد من أن جهاز IPTV Box الخاص بك مصرح به، وأن قنواتك المفضلة متاحة وآمنة، ولا تنخدع بالسعر فقط. برغم بعض المسافات واختلاف الوجوه واللغات، صوتك يا بلد قلبي وعقلي، يا مهد الحضارات، طالت غربتي وتعبت وحدتي، بحلم بيوم عودتي لأهل وناس وحدتي. صوت العرب من أمريكا يقدم عصفور من الشرق، برنامج من إعداد وتقديم ممدوح زكي. تابعوني الثلاثاء الأول من كل شهر في الثامنة صباحا بالتوقيت الشرقي في أمريكا. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج عصفور من الشرق. اليوم نحن على موعد مع الأصالة والعراقة وزمن الفن الجميل. اليوم سوف نلامس الفنون الرفيعة من خلال قوة مصر الناعمة. اليوم سنطير كالفراشات لعالم وفن الباليه مع الفنانة الأستاذة الدكتورة ماجدة صالح. أهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير يا أستاذ ممدوح، فرصة طيبة. أنا طبعا يعني سعيد وممنون لحضرتك بمشاركة حضرتك وتواجد حضرتك معايا في البرنامج. أنا اللي شاكرة جدا، وتحياتي لك ولجميع السادة المستمعين. الدكتورة ماجدة، يعني في البداية كده، حضرتك بقالك كام سنة بعيد فيها عن مصر؟ أحسبهم كده 26 سنة. ربنا يديك الصحة ويديك العمر. أشكرك. قرار حضرتك باختيار ودراسة فن الباليه، وانت حضرتك بتحي وبتعيشي في المجتمع المصري، المجتمع اللي من العادات والتقاليد، كان قرار صعب ولا قرار سهل؟ وهل الأهل محيط الأسرة، الوالد والوالدة، هل ساعدوا حضرتك في هذا القرار؟ ده سؤال مركب يا أستاذ ممدوح، أحاول أجيب عليه على مراحل. أعتقد أن مش أنا اللي اخترت فن الباليه، فن الباليه هو اللي اختارني. وعلى أي حال، قبل إنشاء مدرسة الباليه في سنة 1958 اللي أصبحت فيما بعد المعهد العالي للباليه بأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، كان في طبعا استوديوهات خاصة. فأنا بدأت بداية دراساتي في الباليه في استوديوهات خاصة في القاهرة والإسكندرية. نعم. بعد إعلان افتتاح مدرسة حكومية لأول مرة في تاريخ مصر والشرق الأوسط، مدرسة حكومية لفن الباليه. نعم. بتراها وزارة الثقافة. طبعا اتقدمت، إن كان أول أستاذ من الاتحاد السوفيتي، كان راقص من فرقة باليه البولشوي الشهيرة ومدرس معروف، الأستاذ أليكسي جوكوف.
فهو اللي بدأ اللي أنشأ المدرسة من أولها. أولياء الأمور والله يعني هم شجعونا، ربما تندهش، إنما كان إصراري قوي، فوالدي اقتنع. إنما هو زي ما تقول نصحني، قال لي بصي فن الباليه ده فن صعب، ويعتمد كلية على سلامة الجسم، أي حاجة تضر الجسم هتوقف لك مصيرك كفنان الباليه كباليرينا. نعم. فهنا يبقى في شيء من ال هقول ايه، في دعم اسري يعني البيئه اللي يعني مش عارفه اعبرها ازاي، انما يبقى في شك طبعا. وعلى اي حال عمر الفنان في فن الباليه زي اي رياضي عمر وجيز مع حد ما. فالسؤال وبعد كده ايه، ووجهة النظر التانية ان هو والدي هو كان رائد التعليم الزراعي في مصر، الدكتور احمد عبد الغفار صالح، قال لي اعرفي ان انا عشان اترك لك يعني تتابعي حلمك وتتابعي رغبتك في انك تبقي باليرينا، دي بالنسبة لي انا كأب مصري مجازفة اجتماعية قوية. إنما إحنا أنا وزميلاتي يعني واصلنا الحلم، ووزارة الثقافة أتاحت لنا الفرصة، والظروف برضو أتاحت لنا الفرصة، لأن الظروف المكان والزمن وشخص واحد بالذات اللي هو أول وزير ثقافة لنا في مصر اللي أنشأ وزارة الثقافة الدكتور ثروت عكاشة، وهو ضابط من الضباط الأحرار ضباط الثورة، راجل مثقف وابن عظيم من أبناء مصر وراجل نبيل الحقيقة، تابع إنشاء أكاديمية الفنون بمعاهدها وكان محب لفن الباليه وتابعنا شخصيا. فكان كل سنة الدراسة بتقوم لازم أقول على النظام الأكاديمي الروسي الشهير، والنظام الأكاديمي الروسي دراسة 9 سنوات، ده ولا الطب يعني. أيوه. 9 سنوات عشان نخرج راقص بالي أو راقصة بالي. أيوه. فكل سنة كانوا بيضموا سنة دراسية إضافية لحد ما اكتملت 9 سنوات على النظام الأكاديمي بكل موادها. فعلى السنة الخامسة من عمر المدرسة وزارة الثقافة السوفيتية اللي احنا كنا طبعا على علاقة وطيدة جدا مع الاتحاد السوفيتي، بعتوا قالوا ان في فرصة لخمس منح لدراسة فن الباليه مدرسة البورشوي الشهيرة. فالفصل بتاعي 5 بنات بعتونا كلنا موسكو ندرس، ده كان سنة 63، كنا احنا في سنة 5 باليه، بعتونا ندرس برنامج مضغوط عشان يبقى فيه نتيجة أسرع في التخرج. فدرسنا كلية 7 سنوات ورجعنا مصر معنا شهادات من مدرسة البورشوي، دبلومات البورشوي، فرجعنا جاهزين للعمل فنانات رسميا وباليرينات وعايزين نرقص، عايزين نطلع نصعد على خشبة المسرح مكاننا الطبيعي. أيوه. المدرسة المصرية كانت لسه ما أخرجتش حد أول تخرج حقيقة من المعهد بعد 9 سنوات، كان سنة 67، إنما مع إصرارنا على صعود خشبة المسرح وتشجيع الدكتور ثروت عكاشة ورعايته لنا، قدمنا أول باليه مصري كامل متكامل 4 فصول في ديسمبر سنة 66.
بالتحديد 4 ديسمبر 66 في دار الأوبرا المصرية القديمة اللي هي كانت الأوبرا الخديوية. فالافتتاح كان يوم 4، وأنا أتذكر أن الدكتور ثروت حضر في الأنتراكت وراء الكواليس وقال لنا أنا اتصلت بالرئيس جمال عبد الناصر وقلت له بالحرف الواحد لازم تيجي تشوف الشباب المصري. وكان وحضر الرئيس جمال عبد الناصر تاني يوم مع حرمه والدكتور ثروت، وكانوا قاعدين في البنوار المجاور للمسرح، فكلنا شفناه واحنا بنأدي، ولا تتخيل فرحتنا وفخرنا. طبعا رد الفعل كان جميل، طبعا كان رد فعل رائع، وكان النتيجة ان الرئيس منحنا رخيصين لأول مرة في تاريخ مصر أوسمة، يعني أنا حاصل على وسام الاستحقاق أنا وزميلاتي وزملائي وسام الاستحقاق من الرئيس جمال عبد الناصر لأدائنا في أول عرض باليه مصري قومي. ومن الفخر العظيم لنا أن كل المشتركين كانوا من المصريين من أول المجاميع لحد الراقصين الأوائل، وأن فيما عدا الخمس باليرينات اللي هم بنات البولشوي أو خريجات البولشوي كما عرفنا كل المشتركين كانوا لسه ولا زالوا طلبة في المعهد على سنوات مختلفة. فما كان بعد كده أنهم بعد شهر وجئنا بخبر أن الفرقة هتسافر أسوان الاشتراك في الاحتفالات بمناسبة انتهاء مرحلة من مراحل بناء السد العالي. نعم. فطبعا اتخضينا، ما اقولكش يعني قلنا أسوان وإيه اللي حيودينا أسوان، يعني القاهرة وفيها يعني ثقافة عالية ومسارح وسينما، يعني إنما أسوان فيها إيه؟ فيها أثار وفيها سد. ده بالإضافة كمان إن الفرقة لسه كمان وليدة، يعني الفرقة وليدة ما عندهاش يعني خبرات ولا تجارب ولا مخزون ولا رصيد ولا أي حاجة، يعني هي العملية كلها تعتبر مخاطرة. يعني إحنا رحنا وإحنا مخضوضين والله، قلنا لا هيضربونا هناك. اللي حصل بالضبط العكس، الناس حبت فن الباليه، وفي الباليه اللي احنا قدمناه بالذات لان كان باليه له طابع شرقي وكان قريب ومفهوم واضح وصريح وسهل بالنسبة للجمهور. نعم. باليه اسمه نافورة بختيساراي، ده كان باليه سوفيتي اتصمم في الثلاثينات ومبني على شعر من أشعار الشعر الكبير الروسي بوشكين بقصة خان تطاري من القرم هاجم بولندا وأسر من ضمن الأسرة أميرة بولندية وحبها وجابها عنده في الحريم، فزوجته المفضلة غارت وقتلتها فأعدم زوجته فضل يبكي، ولما دموعه ما كفتش بنى أمر ببناء نافورة تبكي له يعني مدى الحياة وعلى الدوام. وعلى فكرة بيقولوا القصة دي حقيقية، والنافورة دي لازالت موجودة في بختيساراي في القرم، وبيقولوا إن كل يوم بيحطوا وردتين بترمز لل حب الأول والحب الثاني للخان اللي ضيعهم هم والاثنين. وأهلنا الناس عجبتها قوي في أسوان، ده قالوا قاموا لما شافوا مشهد المعركة في نهاية الفصل الأول لما التتار سطوا على قصر البولنديين، واحد قام يهلل وقال الله أكبر، والجمهور كله قام على رجله يهلل والله. أفهم من كلام حضرتك إن في نقاط تلامس، والناس مشيت وراه في نقاط تلامس ما بين
فن الباليه وما بين الفن الشعبي المصري؟ وهو ده يعني يعتمد على التصميم كل بلد، يعني التصميم المصري. احنا طلبنا طبعا يعني مطالبة بان احنا نمصر فن الباليه، ان احنا في الاول عملنا الاعمال العالمية بعد ما فرض بخشي سراي باليه جيزال اللي هو باليه رومانتيكي من العصر الرومانسي في القرن 19، وده كان اول باليه فتح دار الاوبرا المصرية بعد افتتاح قناة السويس. باليه بخشي سراي، باليه جيزال، باليه كسرت البندق، دون كيشوت، دون جوان، دفنس وكروي، ما الى اخره. فالناس ابتدت تقول طب واحنا كمصريين؟ فاحنا لنا تاريخنا ولنا تاريخ عظيم ولنا اساطيرنا، فطبعا مش ناقصين مواضيع. الاهتمام بالفن الشعبي المصري بدا مع كمسرحه، نعم، بدأ مع محمود رضا وفريدة فهمي وفرقتهم الشهيرة فرقة رضا. نعم. وده كان حوالي سنة 59 على ما أظن، لأن محمود رضا في أول سنة لنا كان بيجي يحضر حصص الباليه مع الأستاذ أليكسي جوكوف. بعد كده فوجئنا يعني العرض الأول لفرقة رضا، وأصبحت فيما بعد فرقة أسطورية. الأستاذ محمود رضا كان قام بأعمال ميدانية وزار مناطق ثقافية مختلفة في مصر، وحضر الرقصات وسجلها واقتبس منها الرقصات اللي هو قدمها، اللي هي ألهمته أنه هو يقدمها على خشبة المسرح فيما بعد. بعد كده جت تأسيس الفرقة القومية، ثم الفرق المحلية في المحافظات، وانتشرت فكرة مسرحة الرأس الشعبي والفن الشعبي المصري على خشبة المسرح. إنما إحنا بنجد إن العديد من الباليهات بتقتبس من الرقصات الشعبية لبلاد مختلفة لأداء بعض الرقصات. يعني مثلا باليه دون كيشوت مليان رقصات إسبانية شعبية، باليه روسي زي الحصان الأحد كله رقصات شعبية روسية، وهكذا. فإحنا طبعا ممكن يبقى في مزج ما بين فن الباليه والاقتباس من رقصات شعبية مصرية على أشكال مختلفة. دكتورة ماجدة، أستاذة حضرتك نتوقف دقائق مع الإعلان، ثم نعود اللقاء مرة أخرى مع حضرتك وعصفور من الشرق. أوي أوي، تفضل. بدأناه معكم وعهدناكم على أن نستمر بمزيد من المتعة والعروض الحصرية على قناتي زي ألوان وزي أفلام. زي ألوان هي أول وأكبر قناة مسلسلات عربية هندية في أمريكا. أضخم الإنتاجات، مسلسلات حصرية، ومع زي أفلام فأنتم على موعد مع مغامرة جديدة كل يوم لاكتشاف سحر بوليوود. تابعوا حصريا قناتي زي ألوان وزي أفلام الآن في أمريكا على ديش نتورك وسلينج تي في. كنت أبحث عن اشتراك في خدمة تلفزيونية جديدة، لكن صاحب المتجر أخبرني عن IPTV Box والتي تحتوي على القنوات العربية. ادفع لمرة واحدة فقط واستمتع بالقنوات المميزة مدى الحياة مجانا. أوه له من عرض، لقد ظننت أنني تسرعت في الشراء، وفي غضون أسبوعين بدأت قنواتي المفضلة في الاختفاء. حاولت الاتصال بالشركة، عندها اكتشفت أنه ليس لدي تصريح لمشاهدة القنوات المميزة. لها من مضيعة للمال والوقت. تفضل بزيارة checkyourbox.com اليوم للتأكد من أن جهاز IPTV Box الخاص بك مصرح به، وأن قنواتك المفضلة متاحة وآمنة، ولا تنخدع بالسعر فقط. سوا على الهواء، على الهواء، سوا طول، سوا على الهواء، يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير، صباح الخير أمريكا. من يوم اللي اتكون يا وطني الموج. برغم بعض المسافات واختلاف الوجوه واللغات، صوتك يا بلدي في قلبي وعقلي، يا مهد الحضارات،
طالت غربتي وتعبت صحبتي، بحلم بيوم عودتي لأهل وناس وحبيبتي. صوت العرب من أمريكا يقدم عصفور من الشرق، برنامج من إعداد وتقديم ممدوح زكي. تابعوني الثلاثاء الأول من كل شهر في الثامنة صباحا بالتوقيت الشرقي في أمريكا. يا الإخوة، عودة مرة أخرى مع البالرينا الأستاذة الدكتورة الفنانة ماجدة صالح. دكتورة ماجدة، يعني رغم أن البداية والتعلم كانت في روسيا، إلا أن رسالة الماجستير والدكتوراه حضرتك حصلتي عليها من الولايات المتحدة الأمريكية. هل التناول مختلف؟ يعني هل تناول فن الباليه بيختلف من دولة إلى أخرى؟ وهل حضرتك كنت بتطمحي ان انت تعملي الماجستير والدكتوراه في روسيا استكمالا لدراساتك الاولى في روسيا؟ لا، الحقيقه ما حبيتش. انا اللي قررت السفر للولايات المتحده. طبعا القصه دي لها خلفيه. احنا طبعا كنا كل سنه بنزود باليه اضافه الى الريبرتوار او لفرقة الباليه، يعني حصيلة الباليهات اللي احنا كنا بنقدمها كل سنة، وكل سنة كان لنا موسم أطول شوي والجمهور اتعود عليه. في وسط التقدم والنجاح والمستقبل اللي احنا كنا بنعتبره مشرق ومبتسم وفي تفاؤل كبير، حصلت حاجة رجعتنا الى الخلف. هقول اللي هو حريق دار الاوبرا. لما فقدنا دار الاوبرا فقدنا مش بس دار الاوبرا، احنا فقدنا يعني مقر الثقافه ومنبع الثقافه، مصدر الثقافه وحياه ثقافيه، رمز طبعا. ف يعني لا تتخيل، انا ممكن اقول لك احنا كفنانين جرينا على الاوبرا كلنا ووقفنا نتفرج على أحلامنا وهي بتحترق وبتنهار. إحباط طبعا. لا، يعني ده كان على المستوى القومي مش بس لنا احنا كفنانين، إنما للبيئة الثقافية كلها اتأثرت. ويعني احنا فضلنا 17 سنة في انتظار بناء دار أوبرا جديدة. يعني ده كان محور للثقافة مش بس في مصر، إنما في المنطقة كلها. نعم طبعا طبعا. ومنارة زي ما بيقولوا، مش بيقولوا منارة طبعا. ثقافية المنارة بتاعتنا انطفت. فالظروف كانت صعبة. في نفس الوقت يعني كان في زملاء ليا طبعا ابتدوا يسافروا، من خريجي معهد الباليه ابتدوا يسافروا روسيا ويرجعوا بألقاب ماجستير ودكتور. والدتي الحقيقة نصحتني، هي وقفت معايا طول حياتي ونصحتني، وكانت مرشدي في الحياة الحقيقة، الله يرحمها. قالت لي بصي، فرقة باليه خلاص ما فيش مسرح، هترقصوا فين؟ فلازم تفكري انك تغيري مسار حياتك، ولو حبيتي تفضلي مهتمة بفنون الرقص فلكي المسار الأكاديمي زي زملائك. نعم. فقلت طيب نفكر فيها. كان هي مشكلة تانية، كانت مشكلة شخصية، ان انا عشان اذكرك يعني كلام والدي على خطورة الاداء، انا كان عندي مشكلة في عضلات رجلي اتسببت لي في الام شديدة. فتوصلت ان الالام دي بقت لا تطاق، فقالت لي انت مش هتقدري تكملي مش بالطريقه دي. وكان تتويج حياتي الفنيه على خشبه المسرح زياره للاتحاد السوفيتي بدعوه من وزاره الثقافه السوفيتيه، انا وزميلي عبد المنعم كامل. ف
فدعينا احنا الاثنين للاداء مع الفرق المقيمه في مسارحهم القوميه. فلك ان تتخيل ان عبد المنعم كامل ومجدة صالح رأسوا على رأس فرقة البولشوي في مسرح البولشوي، رأسوا على رأس فرقة الكيروف اللي هي معروفة بالمارينسكي حاليا في لينينغراد. فده كان تتويج حياة فنية. يعني أنا لما أقول إن أنا آخر باليه رأسته في حياتي كان باليه جيزال على خشبة المسرح، فأظن لا يعلى. دكتورة مجدة، قررت الاعتزال وجيت أمريكا لأن حبيت أوسع أفق مفهومي لفن الرقص عامة بالنسبة للمسرح وبعيد عن المسرح بالنسبة للبشر. مع الشعوب كلها بترقص، إيه هو فن الرقص؟ وهل هو فن أو هو سلوك بشري اجتماعي أصلا؟ لكن درست رأس الحديث الأمريكي في جامعة كاليفورنيا وحضرت جامعة نيويورك وتخرجت هناك برسالة دكتوراه عن تسجيل الرقصات الشعبية المصرية. لكن تجربة حضرتك مع السينما، يعني فيلم ابنات العزيزة، ده كان حضرتك قبل اعتزال الباليه ولا كان بعد، قبل ولا بعد اعتزال الباليه؟ لا ده كان قبل، ده كان سنة 70 الفيلم. تجربة حضرتك دي يعني برغم التلقائية وكان أداء حضرتك في الفيلم يعني يوحي ببطولة وبنجومية، لكن حضرتك ما كررتيش التجربة مرة ثانية مع العلم إن الفيلم نجح. يعني طبعا كنت حضرتك في وسط الكوكبة. الفيلم نجح جدا على فكرة، بيعرضوه 3-4 مرات في السنة على ما بيقولوا لي. أنا ما بشوفوش يعني، إنما بيتقال لي إن هو بيتعرض أكتر من مرة في السنة، وده من سنة 70. فده يعني رشدي أباظة والفنانة نجاة والفنان عمر خورشيد، الله يرحمه عمر. مكررتيش التجربة مرة ثانية؟ لا ما كررتش التجربة. وعلى أي حال للمستمعين أحب أقول لهم والله ما أكلت الجمبري ده. كانوا عارفين المشهد ده، مشهد مشهور الناس كلها بتكلمني عنه، انت كلتي كل الجمبري ده؟ ده كان كوم جمبري. اقول لهم لا والله الجمبري كان بيروح بعد كل لقطه ورا الكاميرات واللي كلوه غيري. على اي حال كانت تجربه ما كررتهاش لاني جيت امريكا، واحنا هي الفيلم ده بيتضمن تقريبا الرقصه الوحيده اللي اتسجلت لي اللي هي رقصة الإسبانية من كسارة البندق، لأن الطلب مني إن أنا أدي رقصة، فهي دي الرقصة اللي كانت متاحة. وعمر خورشد غنى ولعب بالجيتار، وطبعا نجاة كانت مكتسحة الفيلم بأغانيها الجميلة بدون شك. الأجواء كلها كانت يعني كانت أجواء جميلة، وحضرتك بقى كنت يعني زي ما بيقولوا في عز شبابك وفي عز إبداعك وفي نجوميتك، فكان يعني فيك تحس كده ان الفيلم فيه يعني فيه سحر وفيه تلقائيه وفيه جمال. يعني ده صحيح، ده من وجهه نظر الجمهور، انما احنا طبعا اتكلمنا بيني وبينك على التجربه وقلت انها كانت تجربه، ما كانتش التجربه اللي انا كنت متوقعاها حسب مفهومي للاستعداد لاداء دور في السينما. يعني خلاصة الكلام ان انا ما كنتش عارفة بالضبط انا مين في الفيلم او القصة ايه بالضبط، يعني لقيت ان انا اضطريت اقف قدام الكاميرا و يعني اخرج لنا تقريبا وقفتي قدام الكاميرا واداء الكلمتين اللي كنت بقولهم، لان دول كانوا بيقولي وانا بتماكيج ويقولوا لي انت مشهدك مع فلان او علان وهتقولي كذا وتردي كذا وخلاص، وحفظت كلمتين وجيت قلتهم. فما كانش ده تصوري للاستعداد لدور في الفيلم، لان احنا في الباليه عشان نستعد لدور بناخد تدريبات دقيقه لمده شهور يوميا. ايوه، فكان مفهومي
يعني هنقل التجربة دي للسينما. وأكيد في أدوار في السينما يعني برضو الفنانين بيقدروا يحضروها بالطريقة اللي أنا متصورها، بس الفيلم ده لا. فكان انطباعي التجربة ما هيش إيجابية قوي، بس أنا سعيدة جدا على الفيلم ناجح ده غضبا عن رأيي فيه بدون شك. طبعا هو يعني مرحلة وتاريخ برضو لحضرتك، يعني في توثيق لحضرتك هذه المرحلة ووجود حضرتك كفنانة وكمبدعة، ده شيء برضو يحسب يعني في تاريخ حضرتك. يعني كانت خطوة جانبية كده جربتها ورجعت للمسار الأصلي ونقلت النقلة. أنا أستاذ حضرتك بمناسبة الفنون الشعبية كنت عايزة يقصلك، لأن احنا بننتقل من موضوع لموضوع وأنا حياتي طويلة والحمد لله حافلة بذكريات ومناسبات مختلفة. إن لي صداقة طويلة جدا مع راجل أحترمه قوي لحبه لمصر وحبه للفنون المصرية وتكريس حياته كلها في خدمة والإعلام عن والحفاظ على الفنون الشعبية المصرية الأصيلة، مش المسرحة، الأصيلة. وأعني الأستاذ عبد الرحمن الشافعي، المخرج الكبير طبعا عبد الرحمن الشافعي، راجل يعني في غنى عن التعريف، راجل كاتب ومؤلف ورئيس الفرقة اللي بتسمى بفرقة موسيقى النيل أو مهرجان النيل أو فرقة الموسيقى التقليدية، لها يعني أسامي مختلفة. إنما أعتقد أنه هو خارج من عباءة الفنان الكبير زكريا الحجاوي. أيوة، ما هو يعني تولى الفرقة من زكريا الحجاوي اللي كان بيلف المحافظات والقرى والنجوع ويكتشف المواهب الفريدة في الأداء في الغناء أو الأداء على الآلات أو إلقاء السيرات مختلفة ويجمعهم في الفرقة ويقدمهم العمالقة، عمالقة الفن الشعب المصري دول. وهم على فكرة نحو العالم، أو أول خروج لهم كان في السبعينات تحت رئاسته هو، أظن كان تاريخ. ومن هنا جاءهم تم لميوزيسيان دونيل، وهذا لقب جميل عجبني. ثم بعد كده اللقاء معهم في مناسبة كبيرة جدا بالنسبة للولايات المتحدة، اللي هو كان الاحتفال بالعيد 200 للجمهورية وتأسيس أمريكا الولايات المتحدة. تعرف حضرتك مجمع المتاحف القومية الأمريكية اللي بتسمى بالسميثسونيان انستيتيوشن في واشنطن، مش كده؟ فكان هم عندهم مركز للفنون الشعبية ضمن المتاحف. المركز ده كان بيقوم بأعمال تسجيلية إثنوغرافية هامة جدا، بتعني طبعا الفنون الشعبية اللي جت أمريكا واستقرت في أمريكا واستمرت في أمريكا مع المهاجرين من الدول المختلفة اللي هي بتشكل الشعب الأمريكي. فجم سنتها قالوا هنعزم بقى الدول المساهمة في قيام الشعب الأمريكي إنها تشترك في مهرجان كبير على المول في واشنطن، اللي هي الحديقة العامة طويلة كبيرة اللي هي جنب ومصر كانت من ضمن البلاد اللي دعت. الموسيقار والباحث حليم الضبع أرسلوه لمصر كباحث ميداني، وتم اختيار مجموعة من الفنانين الشعبيين على أساس أنهم يحضروا. فالسفارة اعترضت وقالت لا، يعني دول ناس بسطة، ويعني احنا نخشى ان هم يحرجونا قدام جمهور عريض من الافات الامريكان اللي هيحضروا.
فقالوا نبعث فرقة رضا. فالأستاذ حليم الضبع كان رشحني مقدمة للبرنامج، فاتصل بي رالف لينزر اللي هو كان رئيس المركز الفنون الشعبية في السميثسونيان، وقال لي مين فرقة رضا؟ قلت له دي فرقة رقص شعبي مصري مسرحي. قال لي مسرحة؟ لا، يتجيبوا الأصل يا هنسحب الدعم. المهم ان الفرقة جت، الفرقة اللي هي الفنانين الشعبيين اللي اختارهم الأستاذ حليم مع الأستاذ عبد الرحمن الشافعي. ولا أنسى أول يوم نزلوا فيه على المول في واشنطن، لان نزل الاستاذ عبد الرحمن وشاف المساحه الطويله العريضه دي اللي فيها عشرات وعشرات الخيم واللي فيها بلاد تانية ممثله، وقال يا نهاري طب واحنا هنلم الناس دي ازاي. وفي ساعتها وهو واقف جات فكره عبقريه، قال هنعمل زفه، وراح لامم المجموعه وقال لهم يلا طبلوا وزمروا وانا العريس والدكتوره ماجدة العروسه وهنمشي نعمل زفه. عملنا زفه ولفينا المول وجمعنا الناس كلها جم ورانا لحد الخيمه اللي هي كانت خصصت لمصر. ومن ساعتها ولمده اسبوع الخيمه دي كانت مردومه ونجاح عظيم، لدرجة ان قالوا ان مصر هي يعني الدولة الاولى لدى المتفرجين يعني المفضلة. وبقابل الناس بعديها 30-40 سنة بيقولوا لي اه ده انا كنت هناك وشفت الحدث عن مقالة كاملة عن 20 قرن من الفنون المصرية من الناقد الموسيقى للواشنطن بوست. فكان نجاح باهر. جميل. أنا فاكر إن كان في واحدة ست من الجمهور جت في الأول وقفت مصرية طبعا بتقول لي أنت يا ست أنت، قلت لها نعم، قلت لي أنت اللي جايبة الناس دي، قلت لها يعني أنا مشتركة مع المجموعة، قلت يعني ما كنتيش تلبسيهم جزم ولا بنطلونة، قلت لها والله لا هم بيأدوا كده بفطريتهم. وكانت غضبانة، جات على اخر النهار واقفه قدام المسرح هي اول واحده بتزغرط وبتصوت وفرحانه. ايوه احنا يعني لازم نشوف نفسنا من خلال عيون الاخرين. صح بدون شك. انا استاذن حضرتك بس هتوقف دقائق مع الاعلان ونعاود مره اخرى اللقاء مع الاستاذه الدكتوره ماجدة صالح. اتفضل. بدأناه معكم وعهدناكم على أن نستمر بمزيد من المتعة والعروض الحصرية على قناتي زي ألوان وزي أفلام. زي ألوان هي أول وأكبر قناة مسلسلات عربية هندية في أمريكا، أضخم الإنتاجات، مسلسلات حصرية. ومع زي أفلام فأنتم على موعد مع مغامرة جديدة كل يوم لاكتشاف سحر بوليوود. تابعوا حصريا قناتي زي ألوان وزي أفلام الآن في أمريكا على ديش نتورك وسلينج تي في. كنت أبحث عن اشتراك في خدمة تلفزيونية جديدة، لكن صاحب المتجر أخبرني عن IPTV Box والتي تحتوي على القنوات العربية. ادفع لمرة واحدة فقط واستمتع بالقنوات المميزة مدى الحياة مجانا. يا له من عرض، لقد ظننت أنني تسرعت في الشراء، وفي غضون أسبوعين بدأت قنواتي المفضلة في الاختفاء. حاولت الاتصال بالشركة، عندها اكتشفت أنه ليس لدي تصريح لمشاهدة القنوات المميزة. يا لها من مضيعة للمال والوقت. تفضل بزيارة checkyourbox.com اليوم للتأكد من أن جهاز IPTV Box الخاص بك مصرح به وأن قنواتك المفضلة متاحة وآمنة، ولا تنخدع بالسعر فقط. سوا على الهواء، سوا على الهواء، سوا على الهواء، ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطن الموج كنا سوا. برغم بعض المسافات واختلاف الوجوه واللغات، صوتك يا بلد قلبي وعقلي، يا مهد الحضارات، طالب غربتي وتعبت في وحدتي، بحلم بيوم عودتي لأهلي وناس وحدتي. صوت العرب من أمريكا يقدم عصفور من الشرق،
برنامج من إعداد وتقديم ممدوح زكي. تابعوني الثلاثاء الأول من كل شهر في 8 صباحا بالتوقيت الشرقي في أمريكا. أيها الأخوة، مرة أخرى نعود اللقاء مع الأستاذة الدكتورة الفنانة ماجدة صالح. دكتورة ماجدة، يعني حضرتك في خلال هذا العام كرمتي في الولايات المتحدة الأمريكية بعرض فيلمين عن فن الباليه وعن دور حضرتك في فن الباليه. القوة الناعمة، قوة مصر الناعمة، ممكن تكون سفير ليها خارج مصر، وممكن تدعم صناعة زي صناعة السياحة، وممكن تدعم العديد والعديد من الصناعات، وتكون رئة وتكون يعني همزة وصل ما بين مصر وما بين الآخر. دور الفنون والقوى الناعمة، انت حضرتك شايفة يعني زي سؤال صعب شوية أستاذ ممدوح، وإلى حد ما محرج، لأن أنا يمكن هعبر عن آراء ما هيش يعني آراء يحب يسمعها بعض الناس، تحب تسمعها بعض الناس. إحنا يعني مصر ثرية ثروة عجيبة بالمواهب، سبحان الله. إنما يعني إحنا بنكلف أكاديمية فنون بأنها تنمي وتربي وتسقي المواهب، وبعد كده ما بنستغلش المواهب دي، وما بنعملش إعلام عالمي عنها. اللي بيخرج بجهوده الذاتية لحد دلوقتي. أنا بتكلم عن الفنانين الفرديين اللي خرجوا، ده بصرف النظر، أنا ما بتكلمش في يعني سفير لمصر زي فرقة رضا زمان أو الفرقة القومية زمان. أنا طبعا بقالي مدة طويلة ما شفتهمش، فلا أعلم بمستواهم الحالي. إنما دول فرق لفوا العالم زي فرقة رضا. لذا في التكريم اللي حضرتك ذكرته أنا أصريت على ذكر الفنانين، الفنانة فريدة فهمي، وحضور طبعا الأستاذ محمود رضا، ربنا يديله الصحة ويشفيه. دول كانوا خير وجه لمصر بالعروض الزاهية البهيجة اللي لفوا بيها العالم. أنا اضطريت اتصل بواحدة في أستراليا عشان اتصل بالأستاذة فريدة فهر، ما كنتش أعرف اتصل بيها، فقدت الاتصال بقالي 50 سنة. فليكن تتخيل يعني المد الثقافي الحضاري لفرقة رضا، الفرقة القومية، الرأس الشرقي المصري موجود في العالم كله دلوقتي، له شعبية كبيرة جدا من آسيا لأوروبا لأمريكا، لأمريكا الجنوبية لأستراليا. فأنا بتكلم عن الفنون اللي هي الكلاسيكية العالمية اللي احنا انشأنا لها أكاديمية فنون، فأوركسترا القاهرة، فرقة الباليه، ما وصلوش للمستوى اللي يسمح لنا بتقديمهم في الخارج. إنما إحنا عندنا أفراد، فلنبدأ بالأفراد دول على مستوى عالمي مشرف. مؤخرا خرجت الفنانة فاطمة سعيد، سوبرانو الأوبرا، كسبت أكتر من مسابقة عالمية، وظهرت مؤخرا على خشبة مسرح لاسكالا دي ميلان. فهي نموذج للفنانة الناجحة الفردية. بس هل وزارة الثقافة هي اللي بعتتها؟ فهل وزارة الثقافة فعلا بتأدي دورها؟ هل الأوبرا بتأدي دورها؟
يعني هي كلها مجهودات فرديه، لكن ما فيش اعتقد يعني انا اللي هي تساهم في صناعه النجم. يعني صناعه النجم طبعا دي محتاجه طبعا يعني دعم، ومحتاجه فلوس، ومحتاجه تواصل، ومحتاجه اشياء كتيره. يعني زي ما حضرتك بتقول، يعني لازم تكون في مؤسسه كبيره بحجم وزاره الثقافه وبحجم الدوله المصريه، لازم تكون تدعم يعني هؤلاء الفنانين. والله انا يعني كانت نصيحتي زمان يعني انهم يعملوا قبل الانترنت وقبل ما تنتشر الاعلام السهل، يعني ده في متناول الكل دلوقتي. نعم. وده اللي ساعد. أيوه. انما زمان لا كان في انترنت ولا في حاجه، فكان على الاقل احنا نقوم بالاعلام اللي فنانين. أيوه. ونحاول مش نبعتهم بس بعثات ويجوا مصر ويناموا او يعرضوا محليا ونادرا، لا. فمثلا احنا في حياتنا الثقافيه بعد سقوط الاوبرا وانهيار الاوبرا وحريق الاوبرا اللي احنا شفناه، المراكز الثقافيه في السفارات المختلفه كانت هي دايما مهتمه بانها يعني تستورد عندنا فنانين وعروض وتحيي هي حياتنا الثقافية لدرجة كبيرة جدا، وصلتنا بالخارج، لأن احنا يعني كنا زي اللي موجودين في منعزلين. أيوة. فيعني قلت لحد أحد المسؤولين، طب ليه ما ندعيش سفير من بلد من البلاد دي كلها ونقول لهم احنا شاكرين جدا مساهمتكم في حياتنا الثقافية في القاهرة واسكندرية والمراكز الثقافية المصرية. احنا بقى عايزينكم تاخدوا من عندنا فنانين وتدعوهم يعرضوا عندكم، يعني زي تصدير للفن الشعبي المصري او تصدير للفنون المصري، مش بس الشعبي، الشعبي وغير الشعبي. نعم. طب ما احنا عندنا، انا بتكلم عن فن الفنون الغربية اللي احنا يعني استوعبناها. نعم. وامتازنا فيها. لا. فن الباليه والأوبرا فلو كانت الفرق نفسها مش على مستوى، فالفنانين الفرديين على مستوى. يعني هذكر مثلا الفنان العظيم، يعني أول عازف بيانو دولي مصري. لا. رمزي ياسر زميلي أنا، وفي عمري أنا ولا زال نشط في غير أوروبا دوليا. زميلي رضا شتا اللي سافر بره مصر سنة 70، ترك مصر وسافر عشان يدور على مستقبله في الخارج لما شاف ان المستقبل مسدود قدامه في مصر. يعني ده راجل لف اوروبا، واحنا يعني للعلم احنا بنصدر فنانين راقصي باليه، يعني ذكور مش اناث، ذكور. ودي حالة فردية في العالم كله، أنا لا أعلم بلد تانية فيها هذا العدد من الراقصين الذكور، راقصي باليه زي مصر. وعندنا معهد من أعظم مباني وأفخر مباني مخصصة لفن الباليه في أي حتة في العالم. وأيامي أنا المعهد الجديد لما دخلناه اللي هو كان صممه أبو بكر خيرت وزير الثقافة، الأكاديمية القديمة، الحرم القديم، المدرسة بتاعتنا كانت أفخم بمراحل من المدرسة العريقة للبولشوي اللي كان فيها صالة مغلقة لانهيار السقف. لما هم طبعا أخرجوا فنانين على مستوى عالمي عظيم وبعدين نقلوا لمدرسة جديدة، إنما المدرسة القديمة بتاعتهم يعني كانت يعني عمرها قرنين من الزمن. فإحنا يعني كرسنا مجهود كبير جدا وأموال كتير جدا في تربية الفنانين وثقلهم، وبعدين ما بنستفدش كفاية. ما بقولش إن إحنا ما نستفدش خالص، إنما مش كفاية، يعني لازم يبقى في دفعة قوية و يعني إرادة قوية للإعلام بينا في الخارج. يعني انا عايز اتوقف مع يعني
الفيلمين اللي اتعرضوا هنا والتكريم حضرتك وصحيفة نيويورك تايمز أفردت صفحة كاملة لحضرتك وعن تاريخك وعن فنك وعن إبداعك، كل هذه المعطيات ما بتخليش حضرتك تقولي جسر ما بين الوطن الأم مصر وما بين أمريكا، بحيث يبقى في فتح مجالات لمواهب أو لفنانين جدد إن هم ممكن ييجوا هنا ويعرضوا أو حتى يحصلوا مثلا على منح في ماجستير أو دكتوراه؟ أنت كده وقفتني. مش عارفة أرد عليك بالضبط أقول لك إيه. أنا بتكلم على حضرتك واجهة، يعني حضرتك واجهة لمصر وحضرتك ما يعني معروفة على المستوى العالمي وحضرتك ليكي يعني باع وليكي خبرة، هل حضرتك ممكن تلعبي الدور ده؟ أقول لك بصراحة يعني ما فكرتش في إني ألعب دور زي ده. أنا كنت للأسف الشديد أنا تركت مصر بسبب ظروف قاسية بالنسبة لحياتي الفنية، فقلت أسافر ويعني أنسى بقى الحلم اللي كان بيراودني طول حياتي اللي هو أنا أرجع مصر بعد الدراسات والعمل ده كله وأخدم الثقافة في بلدي بأي شكل من الأشكال، في معهد الباليه أو في الأوبرا. فلظروف معينة مش ندخل فيها دلوقتي يعني ما أتيحت ليش الفرصة إن أنا أخدم بلدي كما كنت أود، فمشيت فقلت أغير حياتي فاتجوزت وجوزي عالم مصريات أمريكي، فابتديت أهتم جدا بالتاريخ، تاريخنا العريق، وأنا دايما كنت مهتمة بتاريخنا الفرعوني العريق، و يعني دخلت مجال جديد وتعلمت كتير في نفس الوقت بطريقة متواضعة جدا. ومن السبعينات تقريبا كنت بحاول أقدم برامج لتعريف الجمهور الأمريكي عن الفنون المصرية المعاصرة زي الباليه، يعني كنت بركز دايما على الرقص في مصر. ففي فترة من الفترات تزاملت مع ناقد الرأس المعروف والتر تيري وكنا بنقدم مع بعض محاضرات، ووالتر كان زار مصر ومحب لمصر والفنون المصرية. اتعرفت على الأستاذة نعمات حبشي وهي مذيعة هنا في الإذاعة المحلية في نيويورك بتذيع الموسيقى الكلاسيكي، والأستاذة منى ميخائيل، الدكتورة منى ميخائيل كانت أستاذة في جامعة نيويورك، وكنا بنقدم برامج في المكتبة العامة لنيويورك، كان عندهم قاعة جميلة في لينكولن سنتر. والحقيقة العلاقة دي علاقة طويلة ولا زالت قائمة، وقدمنا برامج مختلفة على مدى السنين، وأنا يعني كنت دايما أبادر بكده. قدمنا فناني أوبرا، قدمنا الأوبرا باللغة العربية أحياها المغني الباص أشرف سويلم ورؤوف زيدان والفنانين العازف البيانو العبقري محمد شمس، العازفين طبع علي وعمر سليم، يعني اللي كنت بطولهم هنا، لأن يعني المحاولات للتواصل مع مصر بتجد دايما ان البيروقراطية صعبة، يعني أنا كنت يعني بقوم 5 الصبح أتكلم عشان ألحق حد في مكتبه ونقعد نتكلم بالتالي. أنا عملت مرة مشروع زيارة أشهر فرقة باليه في أمريكا اللي هي نيويورك سيتي بالي، يعني اشتغلت على المشروع ده 3 سنين. والسفير الأمريكي كان على طول الخط
ومقتنع جدا بالمشروع وشايف انه يخلق مناسبة حوالين المشروع من زيارات رسمية وزيارة عمدة نيويورك لمصر ومش عارفة يعني كان مشروع كبير نيويورك سيتي بالي. اتلغى على اساس نأجل او نقدم العروض اللي احنا متفقين عليها 3 ايام. يعني اتمنى ان شاء الله ان الظروف تتغير وان القادم يبقى افضل. وانا يعني سعيد جدا بوجود حضرتك ضيفة عزيزة على برنامجي. وفي نهاية هذه الحلقة بتوجه بخالص الشكر للأستاذة الدكتورة الفنانة البالينة ماجدة صالح. ونتمنى ان شاء الله في حلقات قادمة نتواصل مع حضرتك وتطلي على جمهورك. وبكرر شكري مرة تانية لحضرتك. وانا بشكرك جدا. وعشان ننتهي على يعني تون كده من التفاؤل انا هقول لك ان انا مش في مصر دايما جواي. طبعا هي مصر بصراحة يعني جوانا كلنا طبعا برغم ان احنا بعيد عنها ولكن هي تاريخ وهي حياتنا وهي اهلنا وهي كل شيء. بكرر شكر لحضرتك. وانا يعني اقل مجهود يعني ابسط حاجة ممكن انا مستمر باللي في ايدي بعمله. انما التصور اللي حضرتك صورته يعني يمكن نسيبه للجيل القادم. ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. البركة فيه في الشباب والشباب مصر. بركة فيهم ان شاء الله. انا شاكر جدا لحضرتك. برغم بعد المسافات واختلاف الوجوه واللغات صوتك يا بلد قلبي وعهد يا مهد الحضارات طالت غربتي وتعبت في وحدتي بحلم بيوم عودتي لأهلي وناس وحدتي. صوت العرب من أمريكا يقدم عصفور من الشرق برنامج من إعداد وتقديم ممدوح زكي. تابعوني الثلاثاء الأول من كل شهر في 8 صباحا بالتوقيت الشرقي لأمريكا.